بمركز إفران في هذه التظاهرة الرياضية اللي أكيد شهدت واحد مسار تنافسي من طرف فرق مشاركة. أزيد من 18 فريق شارك في التظاهرة اللي انضمته النادي الرياضي إفران أطلس الصغير، والهدف من هذا الدوري هو ربط جسر تواصل وتلاحم بين الفرق المشاركة، وكذلك إبراز المؤهلات الإبداعية الكروية لأبناء إفران من أجل يعني خلق فريق يتنافس في جل المحافل الكروية على المستوى يعني الجهوي ولما لا إن شاء الله الوطني، أن كل شيء ممكن. حينما نرى اللاعبين الدوليين الإفرانيين تعلقوا في المحافل الدولية الكروية، فإننا اليوم نقول أن إفران تستطيع حقا أن تكون منبع الإبداع، منبع التألق. الانطلاقة هنا دائما في الهامش، الانطلاقة تنطلق من متجر السكن، ونتمنى لكل يعني المواهب الكروية لإفران أطلس الصغير التألق وأن يكون يعني رائدين في جميع المجالات. واليوم مباراة نهائية بين حسنية أغماض ومانشستر إفران هي نقطة الختام اللي أكيد تأتي موازاة مع عيد الفطر المبارك، لمن خلاله كنوجه تحية لكل المتتبعين ونقول لهم عيد مبارك سعيد، ونتلقاو السنة المقبلة في منافسة جديدة. معكم مصطفى بن درويش، رئيس نادي الرياضي إفران إفران أطلس الصغير. الحمد لله هذه النسخة الثانية من دوري رمضان لكرة القدم الصغرى الفئة الصغرى بعد نجاح الدورة الأولى السنة الفارطة. الحمد لله هذه السنة نظمنا دوري لفئتين، فئة أقل من 16 سنة وفئة أقل من 13 سنة. الحمد لله الدورة عرفت نجاحا كبيرا، لا من حيث يعني الأداء اللاعبين والفرق المشاركة، لا من حيث كذلك المتابعة الجماهيرية الكبيرة التي حظيت بها هذه النسخة. كذلك نشكر المساهمين والداعمين للنادي الرياضي على رأسهم مجلس الجماعي إفران أطلس الصغير، وكذلك جميع ابناء المنطقه الغيورين على الـ على الـ على البلده وعلى الرياضه وعلى يعني التنميه ديال المنطقه. نشكرهم كثيرا على الدعم ديالهم. نشكر الجماهير الافرانيه المتابعه لهذا الحفل الكروي اللي احنا كنطمحوا انه يكون يعني مساهمه من اجل ساق المواهب الكرويه بالمنطقه. الحمد لله المواهب الكرويه يعني تزخر بها منطقه إفران أطلس الصغير، المنطقه التي انجبت مصطفى حجي ويوسف حجي. لا 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 يعني لن 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 تبخل علينا بان تنجب ابطالا اخرين ان شاء الله في المستقبل القريب باذن الله. يعني بعد ختام هذه الدوره نضرب لكم ان شاء الله موعدا مع مناسبات كرويه ورياضيه اخرى ان شاء الله ستكون في المستقبل القريب. يعني نطمح لنخرج من هذه الارض الطيبه رجالا وابطالا كما خرج كما قلت الاخوين مصطفى حجي ويوسف حجي. اشكر الجميع، اشكر جريده صوتكم على هذه الالتفاته الطيبه والمتابعه. اشكر يعني رجال السلطه المحليه الذين يعني حضروا يعني وكانوا دائما حاضرين لاجل يعني السهر على تامين هذه التظاهره الرياضيه. شكرا جزيلا لكم. فرصة في التنساو كلاعب سابق قمص الاتحاد أغماض، يمكن غير هذا اسم حسن أغماض. أقول أن الاتحاد أغماض ريحة تساو تجربة أريد ديسكلي غاسادي غاس زريت مثلا جو بونس 1992 النهاية المقرة كودين داو شقرا غلبت نسكرا 4-2. إذا الأشبال الغلال الحمد لله عكس التنين وراس بيد النهار الزرنية تبرمي طون فوركين سكن كيس 1-0. نتمنى الحصة تزايد نحن المهم التيلي تناش تجي فوركين الشوط الثاني فدا داح الصفرح نصفرح نتا مازيرتنا. كذلك الجمهور تنسني مير بزاف لانه كيزتي يصنع الحدث الا كخيا ليفينمون
كذلك نستمر جميع المنظمين اللي صارنين في النجاح الدوري الرمضاني.